طيب خلينا نروح لكريم في الملعب يدينا اخبار التمرين النهارده ويطمنا على مشاركه بدايه السوليه، حالته الفنيه ومدى جاهزيته، ويطمنا طبعا على فرقه النادي الاهلي. كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد، طبعا كل التحيه لك ولكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي. يعني ان شاء الله باذن الله بنتمنى بقى كل التوفيق غدا في مباراه بيراميدز والعوده من جديد لبطوله الدوري العام. ان شاء الله دوافع متجدده ان شاء الله وفصل تام كالعاده طبعا وكعاده لاعبي النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، بتغلق الصفحه تماما لان يمكن مرحله مهمه جدا، عدد كبير من المباريات المؤجله تحسم بشكل كبير جدا معانا الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. هبدا معاك زميلي احمد، يمكن سؤالك كان على عمرو السوليه ومحمد هاني ويمكن ذكرت كمان محمد محمود. عمرو السوليه يعني ان شاء الله باذن الله جاهزيته تامه جدا النهارده، بيشارك في التدريب بالكامل. عمرو السوليه يمكن كان في تأني عليه وتدريب امس كان تدريب خفيف، لكن يعني مرحله زي ما قلنا قبل كده زميلي احمد محتاجه جهد كبير ومحتاجه انكار ذات وتضحيات كبيره جدا لكل لاعبي النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله عمرو السوليه كعادته ان شاء الله برجولته يكون واحد من العناصر الاساسيه غدا ويكون ليه دور مؤثر جدا في مباراه بيراميدز. الحقيقه يمكن هو محمد هاني اللي الموقف لسه يمكن لم يتحدد بعد، لان شفنا محمد هاني بيجري فردي يعني بيتدرب فردي قبل التدريبات الجماعيه، حتى اما التدريبات الجماعيه بدات محمد هاني لم يشارك بشكل قوي في التدريبات الجماعيه. فيا رب ان شاء الله تبقى يعني في تأني شويه على محمد هاني او تبقى في حاجه بسيطه او رؤيه طبعا للجهاز الطبي للنادي الاهلي، لكن موجود اكرم زي ما انت ذكرت وموجود كل اللعيبه اللي ان شاء الله باذن الله ما بقاش في اي ثغره، ما بقاش في اي حاجه يعني تدور النادي الاهلي، الجبهه اليمنى الجبهه اليسرى عندنا وفره بشكل كبير وكل اللعيبه عارفه اهميه المرحله. محمد محمود كمان اللي بنتمناه ان شاء الله باذن الله يرجع من جديد، هي اقدر اقول لك زميلي احمد يعني عدد من الايام بسيطه جدا ونشوفه في التدريبات الجماعيه، يعني ده اللي يمكن على طول بياكد عليه الجهاز الطبي للنادي الاهلي. محمد محمود عنصر من العناصر المنتظرينه بشكل كبير جدا الحقيقه، يعني عايزين نشوفه في الملعب بقى الفتره اللي جايه، لكن بجانب التحضيرات وبجانب طبعا الاصابات، هي اصابه وليد سليمان الحقيقه اللي يمكن محزنه شويه وفي توقيت صعب جدا يعني بقيمته الكبيره. وليد سليمان حتى لو ما بيشاركش وجوده بيبقى مهم جدا في مباراه نهائيه في بطوله افريقيه، لكن الاهلي بمن حضر كعادته في كل المباريات في البطوله الافريقيه وفي البطوله المحليه. تدريب قوي جدا النهارده يعني بيتضمنوا تكتيك وجرعات تكتيكيه طبعا عاليه جدا من قراءات بيتسو موسيماني لفريق بيراميدز، وحذر الحقيقه موسيماني كل اللعيبه من انتفاضه بيراميدز، عندهم مدير فني جديد لسه مغلوبين طبعا المباراه طبعا الاخيره في الكونفدراليه، فعندهم دفعه كبيره، لكن دوافعنا لابد تكون اقوى ولابد يكون تركيزنا اقوى، وده الحقيقه اللي بنشوفه في التدريبات، الجديه بتبقى واضحه جدا زميلي احمد والتركيز بيبقى واضح مع لعيبه النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله تكون مباراه الغد مباراه هامه ويقدر النادي الاهلي يستعيد سلسله الانتصارات في بطوله الدوري العام ان شاء الله. خليني اسالك كمان على اسمين يمكن غابوا لفتره طويله، لكن الاثنين دول انا بشوف ان هم يعني هيكونوا اضافه قويه جدا، واعتقد ان هم من الناحيه البدنيه الحمد لله جاهزين ومطمنين عليهم، ما عندهمش مشاكل، فاضل بس يدخلوا في فورمه الماتشات، واعتقد ان هم هيكونوا اضافه. تكلمني عنهم، كريم نيدفيد ومحمود متولي. محمود متولي ونيدفيد برضه يمكن اقدر اقول لك الجرعات التدريبيه يعني بيستمروا فيها بشكل كبير، لكن بحذر شويه يعني ما نقدرش نقول الجرعه بتبقى كامله، الاحتكاكات برضه بيبقى فيها حرص شويه، لكن قطعوا شوط كبير جدا في تدريبات الكره وفي العوده من جديد. محمود متولي وكريم نيدفيد يعني الدفع بيهم هيكون في توقيت معين طبعا بيتم الاتفاق بيه مع الجهاز الطبي وايضا الجهاز الفني، لكن هم طبيا جاهزين بشكل كبير جدا بالنسبه لنيدفيد ومتولي، لكن انت عارف طبعا الحماس والمرحله ويمكن الفتره اللي جايه محتاجين عدد من اللاعبين يمكن بيتسو موسيماني يدور فيهم بشكل كبير جدا، فمش مش عايزين يبقى في لعيب ينزل يحصل له اي حاجه سواء نيدفيد او محمد محمود او محمود متولي، لان محتاجين كل اللعيبه للفتره اللي جايه، لكن بنامل ان شاء الله باذن الله عاقب بقى البطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله باذن الله يكون من نصيب النادي الاهلي نبدا نشوف نيدفيد متولي محمد محمود كل اللعيبه اللي يمكن كانت غايبه الفتره اللي فاتت نشوفها ان شاء الله في بطوله الدوري العام، ويا رب ان شاء الله يحافظ على كل لعيبه النادي الاهلي وتفضل الروح الكبيره وشخصيه النادي الاهلي مستمره مع كل اللعيبه. سريعا كريم، خط هجوم النادي الاهلي كله يعني كهربا الشحات أجايي طاهر شريف مروان، تكلمني كده عن مدى جاهزيتهم واستعدادهم للاربع ماتشات. الحقيقه يمكن هو مستر موسيماني مركز مع المرحله مش بس مع ماتش بيراميدز، مع الاربع ماتشات المفروض الاهلي يلعبهم قبل ماتش كايزر تشيفز ان شاء الله، وهندخل كمان صلاح محسن معاهم. صلاح محسن طبعا يعني طبعا طبعا جاهز صلاح ورقه رابحه مهمه جدا المباراه طبعا، يعني كل جاهز الحمد لله جدا زميلي احمد الحقيقه، ويمكن ربنا موفقه الفتره اللي فاتت وبيجتهد بيشتغل علشان نفسه بشكل كبير جدا، كل جاهز يا زميلي احمد. انت عارف طبعا يعني زي ما بقول لك المرحله مهمه، ويمكن خلاص التدوير لازم يكون متواجد الفتره اللي جايه، عندنا اربع مباريات
في وقت قليل جدا، يعني نقدر نقول كل 48 ساعه مباراه، مش هنقول كل 3 ايام، فمحتاجه تدوير، محتاجه جهد، محتاجه ان كل اللعيبه تكون مركزه. الدور هيجي والفرصه هتيجي لكل اللعيبه، فلابد يكون اللعيبه مركزه بشكل كبير، لان المرحله مهمه ومرحله صعبه وفيها تحدي وتلاحم كبير جدا للمباريات. فان شاء الله باذن الله خط هجومنا يكون كعادته وقوته تكون موجوده، خط الدفاع موجود، بدري بنون، ياسر، يعني كل اللعيبه، ربيع، الحقيقه لعيبتنا فايقه جدا الحمد لله الفتره اللي فاتت. بنتمنى بس يعني الفتره اللي جايه توفيق يبقى معانا، وان شاء الله باذن الله كل الامور تكون مع فريق النادي الاهلي سواء في بطوله الدوري العام او في البطوله الافريقيه. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم احمد من ملعب مختار التتش. دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي.